أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري على قناة رؤيا، والبداية بالعناوين. تخليدا لذكرى المجازر 17 من أكتوبر 1961، وقفة ترحم عبر كامل التراب الوطني اليوم الثلاثاء. الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى هبة مستعجلة لنجدة المستضعفين في فلسطين. الصحة الفلسطينية تحصي 2837 شهيداً و12 ألف جريح منذ بداية العدوان على غزة. وفي الرياضة، طرد وهدف قاتل في ديربي العربي المثير بين مصر والجزائر. أهلا بكم من جديد. في المستهل، تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية من رئيسة مجلس الوزراء لجمهورية إيطاليا الصديقة جورجيا ميلوني. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أبلغت ميلوني رئيس الجمهورية بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني المتوسطي رفيع المستوى في غضون شهرين أو ثلاثة. أحيت الجزائر اليوم الثلاثاء الذكرى 62 لليوم الوطني للهجرة المخلد للمجازر 17 من أكتوبر 1961، التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في وجه الجالية الجزائرية بباريس. ونظمت في حدود الساعة 11 وقفة ترحم على أرواح شهداء هذه المجازر عبر كامل التراب الوطني. وأوضحت ولاية الجزائر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أنها ستنظم من خلال المقاطعات الإدارية 14 ومديرياتها التنفيذية برنامجا ثريا ومتنوعا إحياء لهذه الذكرى. أكد وزير الخارجية والشؤون الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم الثلاثاء خلال افتتاح الدورة 20 لاجتماع وزراء خارجية أفريقيا شمال أوروبا، أكد على أن الأوضاع في فلسطين بحاجة إلى هبة مستعجلة. كما ذكر عطاف اليوم في كلمة له خلال افتتاح الدورة 20 لاجتماع وزراء خارجية أفريقيا دول شمال أفريقيا دول شمال أوروبا، أقول بالوضع المأساوي الذي يعيشه أشقاؤنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة المحاصر والمقصوف على مرأى ومسمع الجميع، دون أدنى اعتبار لأبسط القواعد الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية. ودعا الوزير المجتمع الدولي لهبة مستعجلة لنجدة الفلسطينيين. في موضوع آخر، تم اليوم الثلاثاء تسليم 4 نماذج من بطارية الليثيوم وجهاز كشف تسرب غاز أكسيد الكربون ومصباح إضاءة مدمج بالطاقة الشمسية، وهي أجهزة قابلة للتصنيع والتسويق في الجزائر. وبهذه المناسبة، أشار وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إلى أن تسليم هذه النماذج يعتبر كثمرة ونتيجة اتفاقيتي التعاون بين قطاع الطاقة والمناجم وقطاع البحث العلمي الممضى مطلع العام 2023. في الشأن الرياضي، أفلت المنتخب الجزائري لكرة القدم من فخ الهزيمة وانتزع تعادلا إيجابيا بهدف في كل شبكة أمام مصر في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الاثنين على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية. سليماني أوضح في تصريحات صحفية أن المباراة كانت صعبة، دائما ما تكون مواجهة مصر ديربي لا تستطيع أن تتنبأ قبل المباراة من سيفوز. وعلى إثر هذا الهدف، عزز الهداف التاريخي للمنتخب الوطني إسلام سليماني رصيده من الأهداف ليبلغ الهدف 43 في مسيرته الدولية. عودة إلى الملف الفلسطيني، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 2837 في العدوان المتواصل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية. يشار إلى أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم. وتعرض 3731 مبنى سكنيا يضم 10500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية. إلى اللقاء.